في ايه يا محمد؟ جاي عايز حاجة ولا بتدور على حاجة؟ ولا جاي تزعق لي كالعادة؟ على فكرة بقى أنا مش هسكت لك، أنت سامع؟ أنا مش عايز حاجة. أمال جاي ليه؟ يعني جاي أشوفك أطمن عليك، يعني أشوفك عاملة إيه يعني؟ أديك شفت رجلي واتكسرت، عايز حاجة تانية؟ لا، عن إذنك. اتفضل. حنان، أنا آسف. إيه؟ أنت بتعتذر؟ ولمين؟ ليا أنا؟ إيه؟ هتسيحي؟ هتفرجي علينا المستشفى؟ أيوه بعتذر، فيها إيه دي؟ فيها إيه دي؟ أصل أنا مش مصدقة نفسي. حنان، أنا لما كنت بزعق لك في المرات القليلة يعني اللي كنت بزعق فيها، ما كانش قصدي إن أنا أهينك أو أجرحك، أنا كان قصدي إن أنا أعلمك عشان تبقي أحسن. وعلى إيه؟ ما تتعبش نفسك خالص. لا لا، انت هترجعي تشتغلي معايا في الاستقبال. لا انا ماشيه خالص. لا لا لا، يعني بعد ما تفك الجبس ترجعي تشتغلي معايا في الاستقبال، والا بقى يعني يبقى تعبي معاك الفتره اللي فاتت دي هيضيع عليا. ده طبعا اذا انا وافقت. نعم يا اختي، توافقي؟ انت هتتأمري. اه طبعا، عشان ارجع اشتغل معاك لازم ما تعملنيش وحش وما تشخطش فيا وما تتأمرش عليا، يا كده يا شكرا. ها قلت ايه؟ هتتلت علينا دي ولا ايه؟ مش سامع قلت ايه؟ قلت موافق. موافق على ايه؟ على ان انا ما ازعقلكيش الا لو كان في ضروره يعني. شفت بقى انك عايز حد تقعد تشخط وتنطر فيه؟ حنان، انا محتاج لك، ما تسيبنيش. لما تقومي بالسلامه ارجعي مكانك في الاستقبال زي ما هو مستنيكي، ده اذا وافقتي طبعا. ها هتوافقي؟ موافقه خلاص يا محمد.